هو في البداية تنبغي نشكر الجميع اللي تسهروا على تنظيم هذه الأبواب المفتوحة باعتبار أنها مناسبة للتعريف بقطاع الصناعة التقليدية والمؤهلات ديالو على صعيد الإقليم. وبالتالي فالمركز التأهيل المهني فنون الصناعة التقليدية أصبح من بين المرافق الجد الحيوية اللي تتميز بمجموعة من الحرف، وهذه الحرف هذه اللي تعتبر صمام أمان لبعض الحرف اللي هي مهددة بالانقراض. وبالتالي فهذا المركز اللي هو مركز التأهيل المهني لفنون الصناعة التقليدية أصبح الآن يتوفر على مجموعة من التخصصات، ومن بين التخصصات كما تنشوفوا حنا دابا حاليا أنه تتوفر على شباب وشابات من المستوى السادس إلى السنة الثانية بكالوريا. وبالتالي وأكثر من هذا أننا حاليا تنتوفر على شباب اللي عندهم الإجازة، وبالتالي أن هنا هذا المركز هذا ما بقاش غير سيقتصر على السنة السادسة فما فوق، ولكن ولا عنده واحد الرغبة من طرف شباب وشابات لولوج احدى المهن. بالتالي حنا دابا الان في هذه الورشه هذه اللي هي ورشه ديال صياغه الحليب الفضيه، اللي كما شفتوا عندنا المكونين، مكون المستضاف اللي هو سي سعيد البيض، ومكون ديال وزاره الصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي، اللي تيسهروا على تلقين هذا الشباب هذا حرف من احدى الحرف اللي هي واعده وعندها واحد الحموله ثقافيه، وبالتالي انها تتميز بواحد المكون اللي هو موروث حضاري. فهاد الشباب حنا دابا حاليا هنا هذه راه السنة الثانية، حنا تنقولوا بأن من المركز الآن يمكن ليه يحدث المقاولة ديالو، باعتبار أن هاد الشباب والشابات الآن تيتوفر على واحد المهارات واحد التقنيات عالية في مجال النقش وكذلك في مجال الفيليغرام. إذا فالأبواب مفتوحة في برنامج التكوين المهني، فهي مفتوح للجميع من أجل التعريف بهذا المنتوج هذا اللي هو منتوج ديال قطاع الصناعة التقليدية في مجالات متعددة، ولا سيما الحرف اللي هي حرفة الصياغة الحليب الفضية والخياطة والفصالة والطرز. وهنا تندعو الجميع أن هذه الحرف هي حرف واعدة، وكذلك أنها تعطي فرصة للشباب والشابات من أجل إحداث مقاولات، سواء مقاولات صغيرة أو متوسطة. واشكر الجميع على هذه المجهودات التي يقومها، سواء الاساتذه الطاقم اللي هو الاساتذه والتلاميذ والتلميذات. نحن حاليا كما بغيت نشير هذه المساله هذه، ان المساله ديال صياغه الحرير الفضيه ما بقاتش فقط تتقتصر على الذكور، ولكن حنا ولينا تنشوفوا انه حتى الشابات اصبح لهن رغبه في تعلم هذه الحرفه هذه اللي كانت واحد القسم مقتصره فقط على الرجال. هنا سنعطي مثال، هنايا سنعطي مثال بالشابات اللي حدانا، الاخت أخت حافظة اللي هي عندها رغبة جد ملحة، وكنا عرضنا عليها قلنا لها اش من حرفة بغيتي تاخذي؟ قالت لك اودي حنا بغيت نتعلم النقش. لما لا انني ما نتعلمش انا الحرفة ديال الصياغة، وعلاش فقط تبقى مقتصرة على الرجال؟ كما تشوفوا هنا دابا هذا برنامج اللي هو متكامل وله مؤهلات في مجال احدى في مجال التعريف، وكذلك في مجال اعطاء فرصه للشابات والشباب من اجل تعلم هذه الحرف اللي هي حرف الصناعه التقليديه، وفتح كذلك واحداث مقاولتهن او مقاولتهم على صعيد الاقليم. وشكرا.